وآتيناه أصحاب الأيكة لظالمين. بعدين آية اللي وراها وإن أصحاب الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. من هم أصحاب الحجر ومن هم أصحاب الأيكة؟ أصحاب الأيكة قوم شعيب، مش قومه يعني، أرسل إليهم ولذلك قال قال لهم شعيب، ما قالش أخوه، صح، إن شعيب من مدين مداد، إنما دون أصحاب الأيكة اللي هم قوم ثمود نبيهم صالح لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. فهو الآية دي تدل، ذكرت قصة ثمود في 5 آيات مداد لم تقترن فيها بعاد، في 5 صور يعني، الحجر لأنها مساكنه، والشمس والإسراء والنمل والبروج لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوت. ففي الشمس قال كذبت ثمود بطغواها، إن آياتهم واضحة زي الشمس. وفي النمل ربنا قال إيه، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة فقالوا لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. ليه؟ لأن ربنا قال واجعلنا آية النهار مبصرة اللي هي الشمس، فجاءت في الإسراء برضو وآتينا ثمود الناقة مبصرة. بعد ذلك تقرن بعاد، وعاد ذكرت منفردة في الأحقاف لأنها مساكنة. عاد وثمود قبيلتان من القبائل العرب، القبائل البائدة، ومنها طسم وجديس. يقول نعب الغراب فقلت بين عاجل وحل عليك ما لقيت ثمود. وهي من حجر الإثم كانوا يعملوا منه الكحل، تطاول ليلك بإثمه وبات الخلي ولم تركضي، وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العاثر الأرمن، وذلك من نبأ الجاهلية فضرت به عقل الأسود. واضح انه يعني كان الحجاره نوعها قاسي جدا، منها الكحل اقوى من الاهرامات، حجر الاهرامات. هم ذكروا مع فرعون، ذكروا مع فرعون على ذاك حديث الجنود فرعون وثمود، لان الاثنين بناء، دول بنوا الاهرام ودول بنوا تعلق سيد الفياضي. في ناس يقولوا نعم اللي بنى الاهرام من قوم عاد، هو بلدياته، هو الاهرام مبنيه بالجيزه يا شيخ الفياضي، من بنى الاهرامات انت؟ في السنه ديت اهرام في السودان. ما هو احنا بنتكلم على السودان وعلى مصر وعلى البلاد اللي فيها الاهرام، فهم كانوا بينقوا الاماكن الفاضيه ويعملوا فيها يعني ملاهي. شكرا سيدي.